السلام عليكم ورحمة الله. إكراما لجهودي بطلا ليس أمرا. اشتركوا في القناة واضغطوا على الزر لايك ليصلكم الجديد. ذهب رئيس نادي نابولي آنذاك إلى عمدة المدينة فقال له: روما هي عاصمة إيطاليا، وميلان هي مدينة الأزياء وتورين الاقتصاد، ألا يجب أن نجعل مدينتنا تمتاز بشيء يدر عليها النقود كباقي مدن إيطاليا؟ فأجابه: ليس بخزينة المدينة المال الذي يكفي لجلب الاستثمارات. فقال له: سنجعل مدينتنا تعج بالسياح، والحل الوحيد أن نجلب مارادونا والعالم كله سيلحقه إلى نابولي. فوافق عمدة المدينة على قيمة مارادونا وجلبه إلى نادي نابولي، فاستقبلته الجماهير بعمارة: هناك نجوم كثيرة لكنك النجم الأكثر إشراقا. لكنهم صدموا لأن العمدة تردد باستقطابه لأن المبلغ كبير، فشكلت الجماهير صندوق بتعاون مع السلطات في نابولي من أجل إتمام الصفقة، ونجح الأمر. وفور إعلان الصفقة حجزت جميع الفنادق في مدينة نابولي من قبل الصحفيين والمراسلين بالعالم، وامتلأت مدرجات ملعب نابولي لاستقباله، ولم يعد هناك أماكن للسياح، وبدأ السكان يأجرون منازلهم للسياح، وجاء المستثمرين لبناء الفنادق والمطاعم لاستيعاب السياح من كل العالم. فنهضت كل نابولي بسبب دهاء رئيس النادي وتعاون الجمهور. إلى اللقاء وإلى فيديو آخر إن شاء الله.